كان نفسك تبقى لعيب كرة كبير ولا زي ما حضرتك دلوقتي محلل؟ أنا طول عمري بصراحة كان يعني نفسي أطلع لعيب كورة، وعرفتش أطلع لعيب كورة واشتغلت مهندس كده لحد ما سلكت في شغلانة تانية. المهندس أول مرة أعرف قصة الهندسة دي. أنا متخرج هندسة ميكانيكا. فاشتغلت هندسة أكتر من 10 سنين يعني. وبعد كده بقى اللي عشان أبقى نفسي أطلع لعيب كورة بقيت محلل. بالظبط. النهاردة أول مرة أشوف الولاد بره الملعب، بتفرق طبعا، لاني بحس ان انا بقابلهم بقى مش كلعيبه، كاولاد بجد، اكننا اتقابلنا في اي حاجه تانية في الحياه بره الكوره. الكلام كان شخصي اكتر، اكننا بقى اصحاب فعلا، ان خدنا فرصه ان احنا ناخد ندي مع بعض كده، وهم مش متنشنين عشان ما عندهمش لا ماتش ولا خارجين من تمرينه ولا حاجه زي كده.